السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم اليوم في دراسة الأمراض العصبية، ومحاضرتنا اليوم مهمة عن الصرع. مقدمة عن الصرع وتعريف عامي. النوبي أو السجر، يعني المقصود فيها النوبي الاختلاجي. تعريف النوبي الاختلاجي بيختلف عن تعريف الصرع. النوبي الاختلاجي أو السجر تعريفها هي حدثية نوبية غير إرادية من تبدل السلوك مع أو بدون تبدل مستوى الوعي. سبب الأساسي انفراغات كهربائية شاذة تنطلق من تجمع عصبونات في الجملة العصبية المركزي، تتراوح ما بين فعالية اختلاجية خفيفة تكاد تكون غير قابلة للكشف إلى فعالية شديدة تظهر على كامل الجسم. هذا تعريف النوبي الاختلاجي. أما الصرع فهو حدثية نوبية ناجمة عن انفراغات كهربائية شاذة. تتصف هذه الانفراغات بأنها متكررة نوبتان أو أكثر بفاصل زمني على الأقل أكثر من 24 ساعة. تكون ناجمة عن إمراضية ثابتة وغير محرضة، يعني تحدث عفويا. تصنيف الصرع، في تصنيفات كثير للصرع. يعد تصنيف الصرع الخطوة الأولى والأصعب في مقارنة مريض الصرع. هو أصلا الشيء الأصعب بالصرع كلياتكم راح تعرفوا أنه هذا صرع، ولكن هو المشكلة الأساسية أنك تتعرف على نوع النوبي الاختلاجي، هل هي بؤري ولا معممي. لأنه تفرق كثير بين البؤري وبين المعمم وبين الأنكلاسيفايد، لأنه بناء على تشخيص نوبة الصرع يتم الوصول للعلاج المثالي. فمن دون التصنيف الصحيح لن نصل إلى التدبير المثالي. بشكل عام يصنف الصرع حديثا إلى نوب جزئية أو بؤرية، بسموها البريشال الجزئي، أو هي نفسها الفوكال البؤري. والنوع الثاني هو النوب المعممي الجنراليز، والنوع الثالث هو نوب غير مصنفة أنكلاسيفاي. هلا النوب الجزئي او البؤري هاي بتنجم عن انفراغ كهربائي في منطقه محدده من الدماغ، مو بكل القشره الدماغيه، في منطقه محدده من قشره الدماغ ما بتجاوز فيها الانفراغ الكهربائي نصف الكره المخيه الواحد. يعني الانفراغ الكهربائي بيحدث بمنطقه محدده من الدماغ وبيبقى ضمن نفس الكره المخيه اللي حدث فيها، وخصوصا في بدايه النوبي. وبصنف حسب درجة الوعي خلال النوبي. إذا كان أثناء النوبي حافظ المريض على وعيه، يعني ما حصل عنده فقد وعي، فهي تعرف بنوب جزئية بسيطة. أما إذا ترافقت مع غياب عن الوعي فتتحول هون اسمها نوب جزئية معقدة. تسبب النوب الجزئية البسيطة أعراض قد تكون حركية حسب المنطقة اللي بتصيبها من قشرة الدماغ، أو أعراض حسية أو أعراض نفسية، وحتى أعراض إنباتي أو ذاتي. طبعا يمكن للنوبي البؤري أن تتحول في أي لحظة إلى نوب معممي. إذا الانفراغات الكهربائية اللي حصلت بسبب نوبي الجزئي انتشرت إلى جذع الدماغ ومن ثم تعمم الثانوي، هاي بتسمى التعميم الثانوي، وبتصير نوب جزئي معقدي. هلأ بنجي للنوب المعممي. هي النوب المعممي تعرف بانفراغات شاذة في نصفي الكرة المخية بآن واحد ومنذ بدء النوب. انفراغات بالنوب المعممي بتحصل بآن واحد في نصفي الكرة المخية بعكس النوب الجزئي. تصنف إلى أربع أنماط. النوب المقوي الرمعي، هذا بسموه التونيك كلونيك سيجر، اللي هو هذا سابقا كان يسمى الداء الكبير اللي بتعرفوه، هذا اللي بتحصل فيه صرخة واختلاجات معممة، هذا بسمى النوب المقوي الرمعي أو التونيك كلونيك. في عندنا نوع خصوصا هذا بتشاهد عند الأطفال اسمه نوب الغيبوبي الأبسنس، أو هذا اللي كانوا يسموه الداء الصغير، وأيضا يعرف عاميا بصفنة الغزلان، لأنه المريض بيشرد فيها شردي هيك لمدة شي 10 ثواني، بتلاقي الطفل هيك صفن صفني وتوقف عما كان يفعله، فبسموها صفنة الغزلان، لأنه عادة هي بتصيب الأطفال، بتلاقي الطفل هيك صفن لمدة 10 ثواني.
وفي النوع الثالث هو الخلجاني العضلي اللي بالميو كلونيك، وعندنا نياب نواب غياب المقوي بسموها الاتونيك غياب المقوي. هلا الفارق تخطيطه بين النواب البؤري والنواب المعممي، يعني هي بتخطيط الدماغ الكهربائي. انتبهوا في النواب البؤري تشاهد الانفراغات الكهربائيه الشاذه على مسار محدد في التخطيط، بتكون على مسار معين، مما يشير الى ان الفعاليه توضع في منطقه محدده من الدماغ. لما بتكون الانفراغات او الكهربائيه الشاذه على مسار محدد فقط بتكون نواب بؤريه، اما اذا كانت الانفراغات الكهربائيه الشاذه موجوده بكل المسار التخطيطي، يعني بمعنى اخر انه بتصدر من كل مناطق الدماغ، فهي بتكون غالبا بالنواب المعمم. في عندنا نواب غير المصنفه، وهي تشمل اختلاجات حديثي الولادي النيوناتال سيجارز، هاي تمثل نوبات عصبيه شديده جدا وخطيره، عاده بتحصل عند حديثي الولاده، بتحدث اسباب عديده، اسباب استقلابيه مثل امراض الاستقلاب اللي بتحصل عند الاطفال، ايضا بسبب نقص الاكسجي او نزوف او اورام. طبعا بهيك الحالات بتطلب سرعه بالتشخيص لاتخاذ التدبير المناسب. ايضا من نوب غير مصنفه بسموها الانفانتيل سبازم، تشنج الطفله او تشنج الرضع، وهون في متلازمه اسمها متلازمه ويست، او بسموها ايضا لها اسم ثاني صرع السلام، لانه لها نموذج معين. تحدث عاده هي المتلازمه بعمر 2 ل 6 اشهر. وليش سميت صرع السلام؟ لانه الطفل بيعمل حركات ثني يثني فيها الجسم والخصر والعنق للامام مع رفع الذراعين للاعلى، وكانه يهم بالسلام على شخص اخر، لذلك سميت بصرع السلام. وهي بتحدث متلازمه ويست. تعتبر هاي التشنجات خطيره لما لها من تداعيات على الرضيع مستقبلا، واهم التخلف العقلي. وبشكل عام اصلا متلازمه ويست بتتالف من ثلاث شغلات، هي انه تحصل فيها نوب تشنج طفلي الانفانتيل سبازم او نوب صرع السلام، وايضا بيحصل فيها تخلف عقلي، ولها تخطيط مميز على تخطيط دماغ بسموه الهيبس الريتمي، عباره عن انفراغات كهربائيه شاذه وبطيئه كثير وبسموها الهيبس الريتمي. طبعا هي بتدرسوها بشكل اساسي عند الاطفال، وما بتتعالج بالمعالجات التقليدية، غالباً بيكون الصرع معند على العلاج وما بيستجيب للعلاجات التقليدية للصرع، عادةً بيعطوا فيه أحياناً ممكن يفيد في إعطاء الـ ACTH. بشكل عام تتألف نوبة الصرع بشكل نموذجي من أربع مراحل متتالية، طبعاً قد يغيب بعضها بحسب نمط النوبة، ولكن بشكل عام بتتألف أول شيء من الطور البادرة، هذا الطور يدرك فيه المريض أنها بداية حدوث النوبي، ويظهر بشكل تبدل في المزاج أو قلق وحتى تغير في السلوك. المريض بيشعر قبل النوبي بلحظات أنه راح تجي النوبي، فلذلك بيحصل عنده ممكن يحصل عنده تبدل في المزاج وقلق وأحيانا اضطرابات سلوكية. الطور الثاني هو النسمي أو الأورا، هي عبارة عن أعراض بدئية يشعر بها المريض، وتختلف باختلاف مكان الاضطراب العصبي في القشر الدماغي، وهي تمثل الصرع البؤري البسيط. يعني نسمه الصرع، النسمه اللي تشاهد بالصرع، هي عباره عن نوع من الصرع البصري البؤري البسيط، يعني تعتبر مثل نوع من انواع الصرع الجزئي البسيط. الطور الثالث هو نوبه الاختلاج السيجار، بتشمل بالإضافة هي بتشمل أعراض النسمي بالإضافة إلى أعراض خاصة بنمط النوبي حسب مكان الاضطراب العصبي بالقشر الدماغي، فإما أن تكون حركي أو حسي. وأخيرا الطور التالي للنوبي بسموه البوستيكتال فيز، البوستيكتال يعني بعد نوبة الاختلاج، هون بيخمل فيه المريض ويبقى بحالة تخليط ذهني وتمتد من دقائق لعدة ساعات. مثل ما هون ما أنكم شايفين، هون الصورة الأولى العلوية هي مخطط طبيعي للدماغ عند الشخص الطبيعي، أما بالنوبات الاختلاجية الموضعة أو البؤرية عادة بتكون بؤرة من الدماغ تحصل فيها الانفراغات الشاذة، وبالتالي بتظهر
شذوذات على تخطيط الدماغ الكهربائي بمساري محدده فقط، ما بتشمل كل المساري. اما هذا الصرع المعمم او الجنراليز، هذا بيحصل في انفراغات في نصف الكره المخيه بآن واحد معا، وبيشمل تغيرات كل المساري. هلا بندرس كل واحد على حده بالتفصيل. عندنا الصرع البؤري او الجزئي، هون النواب البؤريه بتتميز بانه الفراغات الكهربائيه الشاذه بتكون موضعه في جزء محدد من الدماغ. الاعراض يمكن للنوبه الجزئيه البسيطه ان تترافق مع اعراض حركيه او اعراض حسيه او اعراض انبهاتيه او اعراض نفسيه حسب مكان حدوث الانفراغات الكهربائيه الشاذه. الاعراض الحركيه عاده تنجم عن حدوث الانفراغ الصرعي في القشر الحركي، ومثال عليها صرع الفص الجبهي او صرع الجبهه البؤري. الاعراض الحسيه والحواسيه، يعني هون بتكون النوبه مقتصره على اعراض حسيه، وهون بتنجم عن حدوث الانفراغ الصرعي في القشر الحسي، وبتشمل اعراض حسيه او بصريه او شميه او ذوقيه وحتى حس الوضع. الاعراض الانبهاتيه او الاعراض الذاتيه، واما هي النسمه الشرسوفيه مثل ما ذكرت انه النسمه بالصرع تعتبر صرع جزئي بسيط. وهي النسمه الشرسوفي عاده هي حاله شائعه تحدث في اماكن توزع العصب المبهم. بيتفاوت وصف المريض لها الحاله وبيختلف من مريض لاخر، لكن الوصف السريري لاشياء لها هو انه المريض يشعر بشعور غريب يبدا من الشرسوف على شكل ما بيحسن يحدد لك اياه، بقول لك مثل شعور نفخه أو ألم بطني، وبيصعد نحو الأعلى من الشرسوف باتجاه الأعلى على وفق مسير العصب المبهم. هاي النسمة الشرسوفية. الأعراض النفسية تنجم عن حدوث الانفراغ في مناطق قشر الدماغ المسؤول عن التفكير والانفعالات النفسية والتخيلات والمشاعر والذاكرة. يعد فص الجزيري، هذا بسموه الإنسولا، هذا يقع بالعمق من الفص الصدغي والمشاركة مع الفص الصدغي المسؤول الأساسي عن النسمة الشرسوفي. هذا فص الجزيري الإنسولا هو المسؤول الأساسي عن النسمة الشرسوفي. هلأ هون أعراض بشكل سريع، أعراض وعلامات الصرع البؤري بحسب مكان الفص المصاب. إذا حدث بصرع الفص الجبهي تحدث حركات دراماتيكية قد توقد المريض من النوم. أما بصرع الفص الصدغي تحدث أعراض ذاتية أو اضطرابات ذوقية أو شمية، وأيضا صرع الفص الصدغي أحد تظاهراته أحيانا هي ظاهرة الديجافوا بالفرنسي. هي الديجافوا معناها أنه قد رأيته من قبل، يعني هون بهالحالة هي تفسيرها يتوهم المريض بأن كل ما حوله ذكريات مألوفة. يعني بيجي بقول لك المريض إذا حطيته بغرفة وقت النوبة الاختلاجي، بقول لك إنه هالشيء يعني كأنه مر علي أو كأني شايفه أو بكونه مألوف له، فلذلك سميت ظاهرة ديجافوا، وهي بالفرنسي معناها قد رأيته من قبل. أو العكس، ظاهرة جاميفو بالفرنسي معناها جاميفو إنه لم أره من قبل. فهون بيشعر المريض أو بيتوهم إنه كل ما حوله أشياء غير مألوفة ما شافها من قبل. بالفص الجداري تحدث عند المريض أحاسيس غريبة يشعر بها بجزء من جسمه أو كل جسمه، فممكن يشعر بخدر أو نمل. بالفص القفوي تحدث نسمة بصرية، بيشوف فيها المريض نقاط لامعة ممكن تكون على شكل ومضات لامعة، أو أحياناً بتكون على شكل كبر أو صغر حجم الأشياء، بيشوف الأشياء عم تصغر أو عم تكبر. مثل ما ذكرت نسمة الصرع يمكن اعتبارها نوبة بؤرية بسيطة. بشكل عام يكون تخطيط الدماغ الكهربائي بين النواب طبيعياً غالباً لدى مرضى النواب الجزئية المعقدة، وقد تظهر انفراغات قليلة تدعى الذرة صرعية الشكل epileptic form spikes. هلا هذا المخطط اللي يعني مشروع شو شرحناه شو
بيظهر فيه. مثلا عند حدوث التنبيه في القشرة الحركة ستظهر أعراض حركية كحدوث الحركات النفضية في الوجه، أما عند حدوث التنبيه في القشرة الحسية ستظهر أعراض حسية، وعند حدوث التنبيه في عمق الفص الصدغي مثل ما قلنا الفص الجزيري ستحدث النسمة أو الهب الشرسوفي. والتبدلات على تخطيط الدماغ الكهربائي بتظهر الانفراغات الكهربائية على مسار محدد دون غيره، هي بصرع البؤري البسيط. هلا بنيجي للصرع المعمم. بشكل عام تعرف النواب المعممه كاحداث ثنائيه الجانب سريريا وتخطيطيا، يعني بتشمل كل انحاء الجسم وكل انحاء الدماغ وله عده انواع سندرسها بالتفصيل. مثل ما ذكرنا نواب الغيبوبي او نواب الغياب الابسنس او كما سمى سابقا الصرع الصغير او الداء الصغير واسمه البيتات مال، وله انواع نموذجيه وغير نموذجيه. ونوب النوب المقوي الرمعي المعممي التونيك كلونيك سيجار، هذا الداء الكبير او الجراند مال، بسموه النوع الثالث هو الخلجان العضلي او الرمعاني الخلجاني الميوكلونيك، هذا عباره عن نفضات عضليه اما بتحدث بعضله واحده او مجموعه عضليه. واخيرا نوب غياب او فقدان المقوي الاتونيك، فهون المريض لما بيفقد المقوي في الجسم فبيحصل عنده سقوط مفاجئ. غالبا ما يصاب المرضى بمزيج من هذه الانماط وخاصه في بعض المتلازمات الصرعيه. هلا بنجي لندرس اهم النوب المعممه وهي نوب الغياب الابسنس سيجار. مثل ما ذكرنا اكثر مره هي كان يسمى بالداء الصغير البيتات مال، وايضا تسمى صفنه الغزلان، هلا راح تعرفوا ليش. وبائياته عاده يبدا بسن الطفوله بعمر 4 ل 8 سنوات او في المرحله المبكره من سن المراهقه. صفات النوبي عاده البدء تتميز بفترات قصيره مفاجئه من انقطاع الوعي ومن دون فقد السيطره على الوضعه، يعني المريض ما بيسقط على الارض، فقط بيحصل عنده لفترات قصيره جدا مثل انقطاع بالوعي، بيتوقف الطفل عما كان يعمله، مثلا اذا كان عم يكتب ما بتشوفه الا جمد وهو ماسك القلم، او بتلاقيه صار عنده الوضعيه اللي كان اخذها الطفل بيتوقف فيها وكانه منقطع عن العالم، وبتستمر مثلا لمده 5 أو 10 ثواني ثم يعود الطفل الى ما كان يعمله سابقا. فاذا كان عم يكتب بتابع الكتابه، اذا كان عم يلعب بتابع اللعب وكان شيئا لم يحصل. بالنسبة للمقوي العضلي ما بيحصل فقد بالمقوي العضلي، لذلك ما بيسقط أرضا. مدتها تكون الهجمة عادة فجائية في بدأ وفي زوالة، تبدأ فجأة وبتنتهي فجأة ولا تستمر أكثر من 10 ثواني. أهم ميزة من ميزاتها أنه لا يوجد تخليط تالي للنوبي، يعني يغيب الطور التالي للنوبي. الطفل تحصل عنده هالصفنة هاي أو هالنوبة الغيبوبي. طبعا نوبة الغيبوبي ما المقصود فيها أنه بيفقد الوعي، نوبة الغيبوبي عادة الطفل أو الداء الصغير الطفل ما بيفقد الوعي، ولكن سميت بنوبة الغيبوبي مثل وكأنه الطفل لأنه بينقطع عن العاملة الخارجية، فلذلك سميت نوبات الغيبوبي. أو أحيانا حتى تشبه بأنه أحلام اليقظة، مثل واحد لما هيك بيكون قاعد عم يتخيل، مثل لذلك سموها مثل أحلام اليقظة. تكرار هاي النوب قد تحدث، هي هون مشكلتها انه قد تتكرر مئات المرات في يوم واحد، الا ان المريض قد لا يكون مدركا لوجودها. طبعا الطفل بيحصل عنده انقطاع بين ما قبل النوبي ويعني انقطاع تام اثناء النوبي، فلذلك بيعود لما كان يفعله وما بيكون مدرك انه حصلت عنده نوبي لانه ما بتذكر. مرافقات النوبي قد تحصل علامات حركيه مخاطره ثنائيه الجانب، وخصوصا الميزه اللي ممكن تترافق معها هي الطرف بالاجفان او الترميش، الترميش السريع للاهداب، تزداد حركات الاهداب تبعيه العين اثناء النوبه. وقد تحصل حركات رمعيه بالاجفان، وقد تترافق مع اعراض ذاتيه مثل حركات
مص او بلع. طبعا هاي النوب ليس من الغريب ان يكون مفتاح الاول يعني الداء الصغير او نوب الغيبوبي احلام نهاريه غير مفسره، المريض بصير عنده مثل احلام اليقظه او تدهور في الاداء المدرسي يلاحظه المعلم. وفي كثير من الاحيان يتم تشخيص نوب الغيبوبي او الداء الصغير من قبل المعلمين بالمدارس، لانه المعلم مثلا قاعد بالصف فبلاقي الطفل انه كل شوي بيصفن كل شوي بيصفن لمده 10 ثواني وبعدين بيرجع. طبعا الطفل مو منتبه، لذلك الطفل لما عم تحصل عنده نوب الغيبوبي هاي عم ينقطع عن متابعه المدرس، فحتى المدرس احيانا ممكن يساله وهو ما يتذكر اي شيء اذا كان عم يحكي اي شيء اثناء النوبي، لذلك بيخبروا الاهل انه طفلكم او ابنكم كسلان، او حتى احيانا كانوا سابقا يعني كان يختلط تشخيصهم مع تشخيص التخلف العقلي، في منهم كانوا يصابون بالتخلف العقلي، ولكن في كثير من الاحيان يكتشف بالمدرسي انه المعلم او المدرسي تخبر الاهل انه ابنكم عم يصفن كثير وعم يشرد وعم يكون كسول. هلا الشكل الوصفي لنوبة الغيبوبي، يلاحظ المراقب للمريض انه توقف فجأة عن اكمال الامر الذي كان يقوم فيه، سواء كان عم يلعب ولا عم يكتب ولا عم يتابع التلفزيون. طبعا بقيت عيناه مفتوحتين ومحدقتين في الفراغ، لذلك هي اطلق عليه تعبير الصفني، ولانه كانوا اطفال بسموها مثل صفني او شربة الغزلة. يمكن ملاحظة رفيف منتظم في الأهداب، وبتثبت الأعضاء الأخرى كالوجه والأطراف دون حراك، وبقاء المريض على حالته واقفا أو جالسا، ما بيفقد مقوي ولا يسقط أرضا ولا يغيب عن الوعي. نوب الغياب أقل خطورة من باقي الأنواع الأخرى، وقد تمر في كثير من الأحيان دون أن تلاحظ. لا يستطيع المريض تذكر ما جرى خلال النوبة، فالمحادثات والأحداث التي تمت حوله اتصل فيها ما قبل انقطاع بما بعده، لكن يشعر بأن شيء ما قد حدث له لكن ما بيحسن يتذكر. لذلك الطفل بيحصل عنده مثل يعني انقطاع بفترة النوبة وما بتذكر شو اللي حصل، وهو بيرجع بتابع ما كان يقوم فيه قبل حدوث النوبة. هلأ تخطيط الدماغ الكهربائي بيكون مميز إلها. العلامة المميزة هي انفراغ معمم متناظر على شكل ذروي وموجي بسموه سبايك ويف باترن، بتحصل عند هالمريض هذا انفراغات كهربائية على شكل ذروي وموجي، ذروي تتلوها موجي، بمعدل الانفراغ يحدث بمعدل 3 هرز في الثاني، يعني بتلاحظ بالمسارة تتالي ذروي وموجي بمعدل 3 مرات في الثانية. أيضا من ميزاته بيبدأ وبينتهي فجأة، ويتداخل هذا الانفراغ مع نظم قاعدي طبيعي، بيرجع بعد النظم الطبيعي على تخطيط الدماغ الكهربائي. ترتبط فترات الانفراغات اللي بتحدث فيها هاي سبايك أند ويف أو ذروي وموجي التي تدوم أكثر من بضع ثواني مع العلامات السرية عادة، يعني وقت حصول النوم. وهذا الشكل بيوضح تخطيط الدماغ الكهربائي في نوبات الغيبوبي. مثل ما كنا ملاحظين هوني على كل المساري، لأنه هو هذا صراع معمم وليس صراع جزئي، فبيحصل انفراغات كهربائية بتكون على كل المساري وبترتسم على شكل سبايك أند ويف، يعني بتحصل سبايك هاي اللي شايفينها هي الخط الطالع لفوق، والويف الموجي اللي بتتبعه، وبتكون التواتر الموجات والذروي بمعدل 3 هيرتز بالثاني، وهي مميزة لنوب الغيبوبي. طبعا من مميزات الداء الصغير او نوبات الغيبوبي انه ممكن تتحرك باحداث فرط تهوي عند الطفل، لذلك اذا ما كان الطفل عنده نوبات احيانا ممكن يحرضه حدوث فرط تهوي ويعملوا تخطيط دماغ كهربائي فتظهر التغيرات اثناء. يميل فرط التهوي لتحريض معظم أنماط الانفراغات الكهربائية التخطيطية المرضية وخاصة نوبات الغياب، لذلك يجرى اختبار التحريض بفرط تهوي روتينيا أثناء تسجيل تخطيط الدماغ الكهربائي. هاي مميزة لها أنه
نوبات الغيبوبية قد تتحرض بتحريض فرط التهويه عند الطفل. اليوم جبنا حوالي مثل هاي حكيم على المشفى تماما، بس عمره شيء 3 شهور تقريبا الطفل. بس شفتوها هلا، هي ما هي قاعده، هي هون لما نحن بنذكر الاعمار، يعني مثلا ما عم نقول بين 4 ل 8 سنوات، يعني هي الاعمار الشائعه يعني وذروتها، لكن ما خطيط الدماغ، بس خطيط الدماغ ما في شيء، كأنه حكيم شفته كأنه مو بالنوبي مخططينه، لأنه الطفل عمره 3 اشهر. ايه هاي صفنة الغزلان تماما مثل ما عم تحكي حكيم، والأعراض هيك بدء مفاجئ، ويعني أعطيناه دي زبام شرجي، حتى بدء مفاجئ وزوال مفاجئ، ونوبات بالنهار شيء 20 يعني جدته تقريبا، كل انت نص شفته؟ ساعة تجي. ايه انت ايه عنا شفته؟ بالإسعاف اليوم، ايه قديش أعطينا دي استمر؟ ما بلشت دقيقة ثنتين، أعطينا دي زبام شرجي تقريبا دقيقة، أربع دقايق راحت، يعني أقل من 4 دقايق. تمام، ممتاز. فهي اصلا بس ايه تشوفها وحط مره واحده ما تعود تنساها يعني، وهي وصفيه يعني مثل ما عم اوصف لك اياها تماما، وهلا انت عم تاكد عليها، يعني هي هيك شردي بتصير عند الطفل، وحتى مثلا اذا كان رافع ايده بضل رافعها طول النوبي، يعني اذا كان عم يكتب بضل ماسك القلم، ما بيفقد المقوي الطفل نهائيا، او اذا مثلا كان عم يحدق بتلاقيه هيك شرد، ما بتعرف اصلا هو، فتكرر نوبي هو اللي بيلفت الانتباه، ولا هي كنوبي وحيدة ما بتلفت الانتباه؟ حاطينه حكيم على علاج فينوباربيتال كانوا، ودواء اسمه ليفو تروستام فينوباربيتال ما... ليفوتيروكسيتام. ايه هذول اللي عم ياخذهم، بس ما عم يستفيد كانه عليها. لانه ما هذا العلاج النوعي، العلاج النوعي للايتوسكسميد. راح ندرس بالمحاضرة القادمة العلاج النوعي لنوبات الغياب هو الإيتوسكسوماي. الله يجزيك خير. تمام. هلا إنذار نواب، الغيبوبة قرابة 60 ل 70% من هؤلاء المرضى سيحصل لديهم شفاء تلقائي في فترة المراهقة. وهي مثل ما تذكرة بالمواصفات نوبة نواب الغياب، بيحصل فيها على تخطيط دماغ الكهربائي سبايك اند ويف باترن بمعدل 3 هرتز بالثاني، والطفل عنده ابسنس سيجار، وعنده بلانك ستير يعني النظره الشاربه او الحائره، وعنده داي دريمينج بيظهر وكانه الطفل مثل عم يحلم احلام اليقظه. هلا بنجي للنوع الثاني وهو المهم، وهو اللي يعني على الاقل احدكم لما يكونوا شاهدوا، النواب المقوي الرمعي المعممي اللي هو هذا الداء الكبير التونيك كلونيك سيجار، كان سابقا يدعى بالداء الكبير او الجراند مال. في هذا النوع لا توجد نسمه، فهو يحدث دون سابق انذار. اطوار النوبي المقوي الرمعي تتالف من 4 اطوار تظهر بشكل متتالي في الحالات الوصفيه. اول شيء الطور المقوي بيحصل فيه تشنج بعضلات الجسم كلها، بعدها بيحصل الطور الرمعي او طور الاختلاجات طور الكلونيك، وبعدها بيدخل المريض بطور السبات، واخيرا بيحصل الطور التالي للنوبي او فتره الصحو. دكتور انتبهوا. عذرا على المقاطعة، بس الشاشة فصلت. طيب لحظه، ظاهر الآن. تمام. برجع بعيد، أطوار النوبي المقوي الرمعي طبعا راح نذكرها بالتفصيل. تونيك كلونيك تتألف من 4 أطوار تظهر بشكل متتالي طبعا بالحالات الوصفية، في بعض الحالات ما بتكون وصفية فبالتالي ما بيظهر فيها، ولكن في معظم الأحيان تظهر على شكل تتالي 4 أحداث. الطور المقوي التونيك بيحصل فيه تشنج في كل عضلات الجسم، حتى تشنج بعضلات الزفير،
وبيحصل في الصرخة بسبب تشنج عضلات الحنجرة أثناء الزفير، فبيطلق المريض صرخة بسموها الصرخة الصرعي أو بسموها الإبليبتيك كراي. أيضا بعدها بيظهر، طبعا هي كلها طور المقوي بيستمر تقريبا 1 دقيقة أو 1 لـ2 دقيقة، بعدها بيجي طور الاختلاجات أو طور الرمعي اللي بسموه الكلونيك، بتحصل اختلاجات وتشنجات في كل عضلات الجسم، بعدها بيدخل المريض بطور السبات، وأخيرا بيدخل بطور الصحو أو طور بعد التالي للنوبي البوستيكتال فيس. في كثير من الأحيان قد تسبق النوبي هون عند المريض التفاف الرأس نحو أحد جانبين، ولكن هذا الالتفاف يكون بسيط. قبل النوبي قد يحدث التفاتي عند المريض، التفاتي بسيطة نحو أحد الجانبين، ولكن ما بيحصل التفاف كامل بالرأس. لكل مرحلة من المراحل السابقة مدة زمنية معينة، فبتستمر مرحلة فرط المقوي حوالي دقيقة، وبترتد مرحلة الاختلاجات حوالي دقيقة أيضا، بينما تستمر مرحلة النوم العميق من نصف ساعة إلى ساعة. أول شيء الطور المقوي اللي هو إذا الطور التشنجي، صفاته بيكون هذا الطور قصير ومثل ما ذكرنا يستمر لمدة دقيقة، ويبدأ بفقد مفاجئ للوعي، يحدث فيه تقلص في عضلات الزفير وتقلص في عضلات الحنجرة لدى بدء النوبي، فيصدر المريض أنينا عاليا أو يسموها الصرخة النوبي، أو أحيانا بالإنجليش بسموها الإبليبتيك كراي. بيصدر صوت عالي من الطفل بسبب تشنج عضلات الحنجرة أثناء الزفير، فأثناء الزفير بيصدر المريض هالصوت هذا. بعد ذلك يتلو حدوث اضطراب في التنفس وتجمع للمفرزات في البلعوم الفموي، فيصاب المريض بالزرقة، وبتشوفه كثير من المرضى بيخرج زبد من الفم. قد يعد المريض على لساني نتيجة تقلص المقوي المعمم الموجود، ينتهي هذا الطور بالرجفان الذي يتداخل تدريجيا مع طور الرمع. طبعا ما في تميز بيناتهم، ولكن اذا دققت الاخصائي او اللي شايف نوبات صرعيه كثير بيعرف انه هذا الطور مقوي، لانه بيشتد فيه المقوي العضلي، حتى انه الطفل او المريض بالطور المقوي بتتشنج كل عضلات جسمه وبيتقوس حتى راسه نحو الخلف. بعدين بيدخل بالطور الرمعي. فالشكل الوصفي لهذا الطور انه بيحدث عند المريض صرخه ثم سقوط وتيبس او صلابي في كل انحاء الجسم. بعدها بيجي الطور الرمعي او طور الاختلاجات، وهو عباره عن سلسله من النفضات الاختلاجيه الشامله لكل او بعض العضلات، وبيبقى المريض هنا فاقدا للوعي. يستمر الطور الرمعي بشكل نموذجي عاده لمده دقيقه أو دقيقتين، ولكن بشكل عام تتراوح مدة الاختلاجاتين 30 لـ90 ثانية. وبعدها بيدخل بطور السبات، وبيتميز هذا الطور بعدم استجابي عدم استجابة المريض ورخاوي عضلي، وقد يستمر من نصف ساعة إلى ساعة. وأخيرا طور الصحو أو الطور التالي لانتهاء النوبي، بيحصل استعادي للوعي بشكل تدريجي، ولكن المريض بيكون عم يخلط، بيكون عنده تخليط ذهني، وأيضا بحس بصداع ووسن أو ميل للنوم. يستمر هذا الطور من بضع دقائق لعدة ساعات قبل أن يستعيد المريض حالته الطبيعي. هلا هذا المخطط للداء الكبير أو التونيك كلونيك سيجار. المرحلة الأولى هي بيحصل فيها ستيفنينج، وبيحصل فيها أركينج أوف نيك أند باك، لاحظوا بالمرحلة الأولى، وهي بتحصل فيها انفراغات كهربائية معممة بمعدل 10 هيرتز بالثاني. بيحصل فيها تصلب في كل أنحاء الجسم وتقوس الرأس والظهر، بتلاقي المريض صار مثل جسمه مقوس. بعدها بتبدأ نوبي طور الاختلاجات، تحصل اختلاجات ريثميك جيرشينج أوف ذا ليم، تحصل اختلاجات نظمية بالأطراف، وأخيرا المريض بيحصل بيدخل بطور السبات أو طور ريلاكسيشن، طور الارتخاء. هلا عندنا النوب الرمعي العضلي أو بسموه الصرع الخلجاني العضلي الميوكلونيك. صفات النوبي هي خاصة شائعة
خاصة للأطفال الصغار وحديثي الولادي، هوني انتبهوا لا يوجد فيها غياب عن الوعي، وهي مميزة عن باقي الأشكال. بكون المريض واعي وصاحي، تأخذ هذه النوبة عادة شكل نفضات عضلية مفاجئة، بتكون نفضة عضلية قصيرة واحدة أو أكثر، وبتحصل عادة بمجموعة عضلية، قد تصيب عضلية واحدة أو مجموعة عضلية كاملة. بتكون الحركات ثنائية الجانب ومتناظرة، تميل هذه النوبات للحدوث في الساعات الأولى من النهار، وقد تتحرض بقلة النوم، راح بذكركم هلق مثال، وتصل مدتها لثاني أو أقل، وقد يترافق وجودها مع النوب المقوي الرمعي ومع نوب الغير. الصرع الخلجاني، الدكتور أنس سبح أستاذنا العصبي، ليش عم بقول لك إنه ممكن تتحرض بقلة النوم؟ كان يذكرنا مثال عليها، إنه هي بتحصل برمضان أكثر شيء، لما بيفيقوا على السحور بكون الطفل أو الشاب مو شبعان النوم، فوقت اللي بيحطوا مثلا السحور على مئات الطعام بيكونوا قاعدين. فهي شلون مثال عنها، إنه هي عبارة عن رمعة أو خلجة عضلية واحدة، فلما مثلا بيكونوا قاعدين على طاولة الطعام بدي يتناول الطعام، فالشاب أو الطفل بيشيل كأس الشاي مثلا بدي يشربه، وهو يشيله تحصل النوبة الاختلاجية عنده، مثل نفضة مثلا أو رمعة عضلية بالطرف العلوي، فبيكب كأس الشاي على اللي جنبه أو على اللي مقابله. فهي فقط هيك النوبة بتكون، إنه عبارة عن مثلا نفضة بالطرف العلوي تستمر لمدة ثانية أو أقل. فإذا كان شايل كأس الشاي أو كأس مي ممكن يسكبها على اللي مقابله، وهيك تنتهي النوبة، وطبعا وقتها بتخرب الدنيا، وهني ما نعرفه وهي نوبة اختلاج. هلا عندنا نوبة فقد المقوي الأتونيك. صفات النوبة تتميز ببدء بفقد فجائي في مقوي عضلات الوضع، وبالتالي يحصل سقوط مفاجئ، بيسقط الجسم وكأنه مثل سقوط الحجر، بيضطرب الوعي لفترة قصيرة للغاية، ولكن لا يوجد تخليط ذهني تالي للنوبة. قد تكون هذه النوبة إما على مستوى مقطع من الجسم، يعني بتصيب مثلا طرفين سفليين أو طرفين، أو على مستوى كامل الجسم. فإذا كان نوب فقدان مقوي على مستوى كامل الجسم، بيسقط الجسم سقوط مفاجئ مثل سقوط الحجر. حكيم، هاي الباركودات فيها مقاطع فيديو، يعني بتظهر الحالة، حاطين مقاطع فيديو لكل حالة. هلا تمام، هدول الباركودات فيكم يعني تتفرجوا عليهم، وكثير هني بيساعدوا حتى على فهم الشيء النظري. يعني انت لو انت عم تدرس الشيء النظري، اذا شاهدت المقطع الفيديو فما بتعود تنسى ابدا، وبيساعدك على التمييز بيناتهم بشكل كثير، لانه النظري بضل غير لما بتشوف النوبي بتفاصيله. هلا بننتقل لدراسة أسباب الصرع. يصنف الصرع سببيا إلى بدء أو مجهول السبب، وهذا بشكل حوالي 70% من الحالات، وثانوي أو مجهول السبب لا يمكن تحديد، يمكن يعني ثانوي أو سكندري لأمراض أخرى، يعني ثانوي لأمراض أخرى بشكل حوالي 30% من الحالات. ورح ندرس الأسباب الشائعة للصرع الثانوي، على رأسه بيجي السبب الوراثي، ويعد شائع بشكل كبير في الصرع المعمم، خصوصاً بالصرع المعمم في له أشكال وراثية. الاضطرابات البنوية في الجملة العصبية المركزية، هون بيحدث خلل ما في بنية الدماغ مثل عيوب الهجرة أو خلل بالتشكل، استسقاء دماغي شديد أو عسر تصنع قشرة، وخصوصاً في صرع الفص الجبهي. الأسباب الإنتانية مثل التهاب الدماغ العقبولي أو بالهربس بالحلق البسيط، وأيضا فيروس كورونا. الاضطرابات الاستقلابية، خصوصا هي بتشوهدها كتير عند الأطفال وحتى عند البالغين، ولكن أكثر شيء اضطرابات شوارد تسوي اختلاجات عند الأطفال، بما فيها الصوديوم والكالسيوم والمغنيزيوم، وأيضا نقص السكر. السبب المناعي، طبعا بالسبب المناعي يجب نفي جميع الأسباب الأخرى مثل الكحول وحرمان من النوم ودراسة الكبد والشوارد قبل أن يعزى سبب النوبي لوجود أضداد مناعي. بعض هذه الأضداد قد تكون موجهة لإنشاء الخلية، وبعضها قد يكون موجه
للسيتوبلازما، الصرع المناعي في حال كان ناجم عن أمراض مناعية يعالج مثل الأمراض المناعية الأخرى بالكورتيزول، وحتى وصولا للريتوكسيماب. الريتوكسيماب هو عبارة عن الضاد وحيد النسيلي موجه ضد CD20. طبعا الصرع مناعي المنشأ هو صرع معند على العلاج، ويتميز بتراجع القدرات الذهنية مع ارتفاع سرعة التثقل بشدة. هلا هوني في منيمونيك لأسباب الصرع الثانوي، هي مجموعة بأوائل كلمة أوائل يعني بكلمة فيتامينز. الأسباب هي أسباب الصرع الثانوي، إما أن تكون فاسكولار وعائي أو إنفكشن الإنتانات أو تروما الردود، الأوتوأميون أمراض مناعة الذاتي، الميتابوليك أسباب استقلابية، إيديوباثيك مجهول السبب، النيوبلازم الأورام أو التشنؤات أو التنشؤات، والسيندرومز يعني المتلازمات. فهي أسباب الأسباب الثانوية للصرع مجموعة بكلمة فيتامينز. هلا هوني عندنا صور رنين مغناطيسي، انتبهوا على الصورتين بي وسي، الصورة الوسطانية والصورة اللي على اليمين. قد يكون أحد أسباب الصرع هو صرع الجبهة، هو عصر تصنع قشرة بالفص الجبهة. لاحظوا الصورة اللي بالوسط، في سوء بتصنع الفص الجبهة على الرنين المغناطيسي. أما الصورة A، الصورة اللي على اليسار، هون هي مثال على سبب من أسباب صرع الفص الصدري، وأحد أهم أشكاله هو إصابة منطقة حسين البحر. هي مكان السهم، هذا منطقة الهايبوكامبوس أو الحسين، فإذا حصل تصلب بهالمنطقة هي بيؤدي لأعراض صرع الفص الصبغي، صرع الفص الصدري، وهو هي المنطقة هي منطقة مخلجة جدا، يعني منطقة تثير الاختلاجات بشدة ومعندة على العلاج، وفي بعض الحالات يلجأ للاستئصال الجراحي حتى تتم السيطرة على نوب الاختلاج. هلا بننتقل للتشخيص التفريقي للصرع. يجب علينا معرفة أهم التشخيص التفريقي للصرع، وذلك عن طريق دراسة مميزات كل منها والاختلافات فيما بينها. وطبعا هذا الجدول ما كنا مطالبين فيه، راح أشرح أهم التشخيص التفريقي التي قد تختلط مع النوبة الصرعية، ويأتي على رأس أول شيء الغشي أو السينكوب. الغشي عادة يمكن كشفه وتمييزه عن نوبة الصرع بالمراقبة القلبية إلى جانب المراقبة التخطيطية الدماغية. فإذا كان الغشي من منشأ قلبه ممكن يتم وضع هولتر 24 أو 48 ساعة للمريض، بالإضافة إذا كان في شك أنه هالاختلاج بالمراقبة مطولة بتخطيط الدماغ الكهربائي. غالبا بالغشي بيستمر فقد الوعي لفترة قصيرة، ويعود وعي المريض سريعا عند رفع الطرفين السفليين بوضعية الاسترقاء، فبيؤدي لتحسن ترويد الدماغ سريعا. ومن مميزات الغشي القلبي انه خصوصا اللي بيكون ناجم عن الفازوفيجل الغشي المبهمي الوعائي، انه بيحصل عند المريض احمرار وتبيغ بالوجه التالي لنوبة الغشي. عادة بنوبة الغشي ما بيكون في أعراض مشابهة لأعراض النسمي، ولكن غالبا قبل نوبة الغشي أو قبل فقدان الوعي بحالات الغشي قد يشعر المريض بنوع من خفة الرأس أو الدوام الديزينس. غالبا نوبات الغشي تتميز بقصر مدتها، ولا يوجد تخليط ذهني تالي للنوبة، يعني المريض مباشرة من بيستعيد وعيه بتذكر كل شيء، وهذا الواسم الأساسي لتمييزه عن الصرع. ما بيحصل عند المريض تخليط ذهني تالي للغشي. وأيضا تفيد مراقبة حركات أو انحراف العينين في التمييز بين الصرع والغشي، فبالانقلاب العينين نحو الأعلى، إذا لاحظت عند المريض انقلاب العينين نحو الأعلى فهذا بيكون شائع بالغشي وليس بالصرع. أما الانحراف المتقارن القصري للعينين سواء نحو الأيمن أو نحو الأيسر، وبنحرفوا العينين بالتزامن وبالتوافق مع بعضهم، فهذا شائع بالصرع وليس بالغشي.
هلا في عنا المقلد الأكبر هو النواب النفسي غير الصرعي، وهي أصعب شيء تميزه عن النوبات الصرعي، تدعى أيضا بصرع الكاذب. عادة تشاهد حركات متغيرة، لا تملك شكل نمطي مميز، يعني ما بتشبه أي نوبي من نوبات الاختلاج الصرعي، وبالتالي لا يمكن النسبة إلى أي شكل من أشكال التقليدي للصرع. لكن انتبهوا، قد تكون هذه النوب حقيقية إلى حد ما، أي أنها ليس بالضرورة أن تكون مفتعلة من قبل المريض، ولكن عادة لا يوجد شذوذ كهربائي حقيقي في القشر المخي بالنوب النفسي غير الصرعي. تستمر النوبة لفترة طويلة غالبا، لكن تتميز بعودة سريعة للصحو، وأيضا ما في، لا يوجد تخريب ذهني بعد النوبة، وقد يكون من الصعب جدا كشفها سريريا وتصنيفها حتى من قبل الأطباء المتمرسين. لذلك عادة لتمييزها عن الصرع نلجأ إلى استقصاءات أخرى كالتخطيط المديد، تخطيط الدماغ الكهربائي المديد، أو التخطيط بين النوبات. النشبة الإقفارية الحادة TIA تظهر بشكل مفاجئ على شكل ضعف كلامي أو بصري أو حركة، ويتم الخلط بينه وبين نوبة الصرع البؤري، علما أنه نوبة الإقفارية الحادة قد تكون أحد الأسباب المحرضة للنوبة البؤري. طبعا تاخذ النوب البؤري، تاخذ النوب البؤري بعين الاعتبار كتشخيص في حال كانت الاعراض معاوده او ذات نمط معين، وذلك بعد نفي علامات احتشاء على صوره دماغ بالرنين المغناطيسي. هلا الشقيقه، قد توجد عده نقاط في الشقيقه تميزها عن نوبه الصرع. فبالشقيقه نجد معايير الصداع النموذجي، انه صداع بيكون وحيد الطرف وصداع نابض. بتتميز الشقيقة بسير تقدمي للعلامات العصبية لمدة تتجاوز 5 دقائق أو حتى لمدة أطول، أحيانا قد تستمر نوبة لمدة 20 إلى 60 دقيقة. أحيانا قد يشاهد عتمات وامضة، هي النسمة البصرية بالشقيقة، وهي مميزة للشقيقة، يسموها سينتيليتينج سكوتوما، عتمات وامضة، هي تشاهد بنسمة الشقيقة. لكن انتبهوا، نشاهد النسمة البصرية في الصرع، قد تشاهد نسمة من يعني بصري في الصرع، وذلك في حال كان الانفراغ الشاذ في الفص القفوي، وتحديدا في الباحة البصري. مثل ما بتذكروا، الباحة البصري أو القشر البصري الحسي موجود بالفص القفوي، فإذا حصلت الانفراغات الكهربائية بالفص القفوي وشملت الباحة البصري، ممكن تعطي نسمة بصري. اضطرابات النوم البارازومنيا، هاي تسبب اضطرابات النوم نوبا قد يصعب تمييزها عن الصرع. هلا في عنا الجمدي او الكتابلكسي، هاي عباره عن فقدان مفاجئ للسيطره على العضلات، عاده بتكون ثنائيه الجانب ومدتها قصيره اقل من دقيقتين. هاي تثار او تحرض بالانفعالات العاطفي أو بالضحك الشديد، وتشاهد أيضا في أمراض معينة مثل التصلب اللوحي. تشخيص الصرع، تشخيص الصرع بشكل أساسي هو سريري. يعتمد تشخيص الصرع بشكل أساسي على القصة المرضية والفحص السريري. نحاول في نفس الوقت راحت مشاركة الشاشة. غريب، ليش عم تروح؟ طبعاً. هيك تمام؟ ايه تمام دكتور. تشخيص الصرع بيعتمد بشكل أساسي على القصة المريضية والفحص السريري، وبشكل عام بيعتمد تشخيص الصرع على يعني سريريا. طبعا بيحاولوا دائما الحصول على وصف دقيق لتصرف المريض خلال كل مرحلة قبل وخلال
وبعد النوبي من خلال استجواب المشاهدين، لأنه في أغلب الأحيان أن المريض بيكون إذا كان خصوصاً الصرع اللي بترافق مع غياب بالوعي أو الصرع اللي يعني بيكون متكرر جداً، المريض بيكون مو متذكر الأحداث، فبتعتمد أنت بشكل أساسي على وصف الأشخاص المشاهدين لحدوث النوبي. وبعدها بتأتي الوسائل الاستقصائية الأخرى لتدعم فريضة التشخيص وتؤكده. يمكن تلخيص المراحل المتبعة في تشخيص الصرع كما يلي: أول شيء أنه بتستجوب المريض، بعدين تستمع إلى مرافقي المريض ووصف النوبي، لأنه هني بيوصفوا لك النوبي، لأنه في أغلب الأحيان المريض ما بيعرف يوصفه أو ما بيتذكر الحوادث اللي عم تحصل عنده، خصوصا الصرع اللي بيكون مترافق مع فقدان بالوعي. بعدها تبني فرضية حول السبب المؤدي للصرع من خلال القصة والفحص السريري، وأخيرا تعمل تخطيط دماغ كهربائي وتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي. طبعا المريض قد يعطي دلالات سابقة للنوبي مثل النسمي. النسمي قد تكون بصرية أو سمعية أو ذوقي أو شمي وأحيانا شرسوفي. البصري ممكن يشاهد ومضات، سمعي بيسمع أصوات، ذوقي بيشعر يعني بقول لك بتذوق شيء حار أو حلو. شمي بتصير مثل أهلاسات شمي، المريض يشم رائحة غريبة. والشرسوفي هي مثل ما ذكرنا النسمي، الشرسوفي المريض بيشعر بشعور غريب بيبدأ ما بيعرف يوصفه هو على شكل نفخة ولا على شكل ألم بطنه، لكن بقول لك بيبدأ هون من رأس معدته وبيطلع باتجاه الأعلى على مسير العصب المبهم. قد يلتفت برأسه مثل ما ذكرنا بالصرع الداء الكبير أو التونيك كلونيك، بيحصل في بدايته التفافة بسيطة بالرأس. قد تشاهد اضطرابات بالجملة الذاتية مثل تسرع القلب، وقد يترافق أيضا الصرع مع نوب نفسي كالخوف مثل قبل حدوث النوبي. قد يبدي المريض أعراض شخصية يجب السؤال عنها مثل رؤية شيء لامع أو تبدل بصري، إحساس بأن الغرفة قد رأها من قبل، هاي مثل ما ذكرنا بصرع الفص الصدري، هاي ظاهرة الديجافوا، أو أنه لا يعرف الغرفة الموجود فيها، يعني بيحصل شيء غريب غير مألوف، هاي ظاهرة الجاميفو. يجب سؤال الأهل عن دلائل أخرى غير شخصية مثل رؤية حركات تلقائية بالفم مثل حركات مص أو بلع، حركات باليدين أو مشي غير واعي. هلأ هون تخطيط الدماغ الكهربائي بيظهر بقسمه العلوي مريض مصاب بنوبي جزئي، فبتلاحظوا الانفراغات الشاذة بتكون على مسار محدد، بينما الصورة اللي بالأسفل هي عبارة عن تخطيط دماغي لمريض مصاب بنوبي معممي، فلاحظوا الانفراغات الشاذة بتكون على كل المساري. وبشكل عام انتوا كأطباء عامين وحتى كأطباء أخصائيين غير أطباء الأخصائيين العصبي مو مطلوب منكم انه تتعرفوا على تخطيط الدماغ الكهربائي، ولكن لا بأس إذا شفتوه، لكن بشكل عام هو بشكل أساسي يعني بيدرسوا تخطيط الدماغ الكهربائي مو مثل تخطيط القلب الكهربائي. تخطيط القلب الكهربائي كلها بندرسه سواء أطباء ممارسين ولا أطباء أخصائيين، ولكن تخطيط الدماغ الكهربائي كاختصاصه يعني محدود عند أطباء العصبي. أحياناً لا يستطيع تخطيط الدماغ الكهربائي أن يشخص الصرع لوحده، فيجب أن يؤخذ العديد من الأمور عند تشخيص الصرع، وعلى رأس القصة السرية مع الفحص بالإضافة للاستقصاء كالرنين المغناطيسي. بشكل عام الاستقصاء الأهم في الصرع هو الرنين المغناطيسي، يعني مرضى الصرع بشكل عام الاستقصاء الأساسي إذا جاء مريض عنده قصة صرع لا تطلب تصوير طبقي محوري ما بفيدك، لازم تطلب تصوير رنين مغناطيسي، لأنه تصوير الطبق المحوري إذا بدنا نستخدمه بالصرع فهو لنفي مثلا حوادث وعي دماغي هي قد تكون السبب، ولكن إذا صرع بدئ أو مجهول السبب فالاستقصاء الأساسي هو تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي. أيضا حتى تخطيط الدماغ الكهربائي يمكن أن يقودنا من خلال نتائجه إلى إيجابي ك
كاذبة، يعني إيجابي كاذب يعطيك موجودات تتماشى مع الصرع ولكن المريض ما يكون عنده صرع، أو أحيانا قد يعطيك سلبي كاذبة، يعني إنه المريض عنده صرع ولكن لم يكشفه، يعني يجعلنا نغفل تشخيص الصرع عند المرضى المصابين فيه. في نوع من تخطيط الدماغ الكهربائي هو التخطيط أثناء النوم، هذا بيبدي نفس معطيات تخطيط الدماغ العادة، هون بيستمر التخطيط لعدة ساعات مع تسجيل عدة دورات للنوم، وبتزداد فرصة حصول التغيرات المرضية خلال النوم. وبالتالي إذا حصلت التغيرات الشاذة أثناء النوم فهي مشخصة للصرع، خصوصا إذا كان مثلا إحنا عم نحاول نميز بين مثلا صرع مريض عنده صرع ولا مريض عنده نواب صرعي نفسية المنشأ، فإذا حصلت تغيرات أثناء النوم فهي بتكون واسمة ومميزة للصرع، لأنه عادة النواب الصرعي نفسية المنشأ ما بتحصل أثناء النوم. التخطيط المطول والمراقب بالفيديو بيساعد بشكل كبير بكشف الفعالية الكهربائية الشاذة، ويستخدم بشكل أساسي بكشف النواب النفسية غير الصرعية حيث لا نجد أي شذوذ كهربائي على التخطيط. الاستقصاءات الشعاعية مثل ما ذكرت، نقوم بداية بأخذ صورة رنين مغناطيسي للدماغ، وهي تعتبر بالنسبة لمرضى الصرع الاستقصاء الأهم. نعتمد دوما على صورة طبق محوري CT بالحالات الإسعافية. طبعا بالحالات الإسعافية أنت إذا جاك مريض عنده نوبة اختلاجية، خصوصا إذا كبير بالسن، إجباري بدك تسوي CT، لأنه ممكن يكون عنده مثلا نزف تحت العنكبوتي، أو يكون عنده مثلا خثرة بالجيوب الورينية تبعي الدماغ، كل هذه ممكن تصير. أما بحكي أنا على الصرع عند الأطفال أو الصرع البدئي المجهول السبب، عادة الاستقصاء الأساسي بيكون فيه هو الرنين المغناطيسي. تخطيط الدماغ الكهربائي للنواب النفسي غير الصرعي سيظهر بشكل مشوش بسبب حركة المريض، أنه قد بيحصل التشوش بسبب حركة المريض، لذلك عادة بيستخدم المراقبة المطولي. يلاحظ بالنواب النفسي بدء مفاجئ وبدون ممهدات على التخطيط، بالإضافة لعودة سريعة للتخطيط الطبيعي. لكن أما على عكس نوبة الصرع الحقيقي، بتكون فيها العودة لحالة طبيعية بطيئة وبشكل مسطح، يعني ما بعود في موجات على تخطيط الدماغ الكهربائي بعد النوبة الاختلاجي، وذلك بسبب إنهاك الدماغ، بكون أفرغ شحنات شاذة كبيرة، فبيحصل إنهاك بالدماغ، فبيرجع التخطيط مثل تخطيط الراحة أو تخطيط يعني ستاند سيل، لحتى بقى بعد ساعتين أو ثلاث ساعات يستعيد الدماغ نشاطه وترجع الموجات الكهربائية والانفراغات الكهربائية. ولهون بيكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، إذا في حد عنده سؤال يتفضل. الله يعطيك العافية حكيم، هيك نقلنا محاضرات خفيفة، هذا صار علينا كثير دراسة. لا خلص ما في مشكلة إن شاء الله، أنا الصرع هو من أهم الأمور يعني اللي لازم الواحد كمان يعني يدرسها بالعصبية، يعني إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نحكي عن معالجة الصرع، كمان يعني مهمة معالجة الصرع إنه تعرف شو الأنواع، لأنه كل نوبة اختلاجية إلى شيء محدد، حتى في نوبات مثلا أو في أمراض محددة من الصرع ممنوع تعطي فيها أدوية معينة، لأنه بتزيد من النوبة الصرعية، يعني مثلا الصرع الخلجاني إذا بتعطي فيه مثلا كاربامازيبين بتزداد النوبات، فضروري تتعرفوا على هالنوبات. هلا مثل ما بتقول لي مثلا هاي نوبة الغيبوبي عم يعطوه فينوباربيتال، طبعا ممكن يفيد الفينوباربيتال، ولكن هو الخط الأول إلها هو الإيتوسكسامايد، لذلك الطفل ما عم يتحسن كتير، فضروري تتعرفوا على هاي المعلومات، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة ندرسها إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.